يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القولة أو هل المقولة المشتهرة ومعتصمة تعد من الشرك الأكبر لأنه دعاء غائب؟ هي تندبه ندب، ما هي تدعوه، تندبه ندب لما أصيبت استولى عليها الكفار أو ظلموها، ندبت الخليفة المعتصم، هذا من باب الندبة. نعم، ما هو من باب الدعاء المخلوق الغائب، إنما هو من باب الندبة والاعتزاء والانتساب والنخوة. نعم.